We have a goal to see that every Bahraini has a home, have a job, and we will not have poverty. They used to come in the market and stand in his car, come to the shops asking, how are you, how's everything? Like that, he used to come almost unnoticed, suddenly. One day he came to my shop. He wanted something to be fixed in the house. So I just, in a dusty chair, I just cleaned it. I said, Sheikh, please have a seat. He said, I'm not an old man. Sheikh Khalifa, as far as I understood, he didn't believe on paper or reports. In other countries, the Prime Minister should not go himself to see that. But you see, he wants to show that public how he is interested for the public, how he's interested for their belongings and he himself, you can find him attending in every corner of the country. Anything happens, you'll find him there. الحقيقة نتكلم عن الماضي والحاضر. خليفة بن سلمان هو الماضي والحاضر. اللي في جيلي أنا أو الجيل الحالي أو اللي جاي اللي الحين توه طالع ما يعرف إلا خليفة بن سلمان. خليفة بن سلمان بين البحرين، علاقته بأهل البحرين، علاقته بشعب البحرين، علاقة كبيرة جدا جدا. الآن هو خليفة بن سلمان في أي لحظة إحنا يدش علينا في أي مكان، سواء في المحرق أو في أي مكان في البحرين. هو الفكر المدبر حق مستقبل البلد. في سنة 1975 تحت قيادة رئيس الوزراء قام بفتح الباب للبنوك الدولية للدخول إلى البحرين. في فتح الباب للبحرين لتكون محطة انطلاق البنوك الدولية والمركز المالي البحريني أو المركز المالي العربي الذي ينطلق من البحرين، وبعدها انطلقت تأسيس البنوك العربية الكبيرة من البحرين، فكانت أول تأسيس لبنك الخليج وتليها بنك الـ ABC وتلاتها شركة أريج والشركات الأخرى التي تم تأسيسها في البحرين، وذلك بسبب وضع القوانين الجيدة التي قامت الحكومة مشكورة بوضعها في ذلك الفترة. ففي سنة 1985 وكان ذلك الفترة بالنسبة للبنوك الإسلامية فترة مهمة جدا، قام سمو رئيس الوزراء في ذلك الفترة بإصدار تعليمات كرئيس مجلس إدارة البنك المركزي البحريني بوضع قسم خاص لوضع التشريعات الخاصة للبنوك الإسلامية. ولولا هذه التشريعات التي قام سموه بإصدارها في ذلك الفترة لما رأينا نمو للمصارف الإسلامية في منطقتنا العربية أو الإسلامية. شيخ خليفة بنى المستشفيات وبنى المدارس وراحت العرب تدرس والكبارية راحوا يدرسون وتعلموا اللي ما يعرف غير اللي في المكانات اللي يدرسون. المرأة العودة اللي ما تعرف تدرس قامت تدرس.
هذه رجل ما شاء الله، يعني صراحة تقولين هذه جوهرة في البحرين، وإحنا لازم نحتفظ بها كما الأجيال اللي بتجي تحتفظ بهذه الجيل اللي إحنا فيه، إحنا نحتفظ به، والأجيال دي الصغار والكبار كلهم يحبونه. وعلي اللي سواه حق البحر المهيمن، أول شيء اهتمامه في كبار السن، اهتمامه في المرأة، اهتمامه في التعليم، اهتمامه في الاقتصاد البلد، لأنه هو اللي قائم على اقتصاد البلد. لب هو كان من السبعينات كان ما وصلنا حق ذي الاقتصاد، يعني إن حق المرأة، المرأة يدعمها من كل النواحي، يدعمها من ناحية التعليم، يدعمها من ناحية أنها تبوء مراكز عودة في البلد. إحنا لو نرجع حق قبل، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يدور في الليل يسمع أنين المريض ويدش عليه يسأل عنه. خليفة بن سلمان يدور والناس ما تدري وإحنا ندري، في قليل أوادم يدرون أنه هو يدور يشوف البيوت، يشوف الناس المحتاجة. خلي يبون لي واحد رئيس وزراء في أي دولة يسوي اللي سواه، ما حد. هذه خليفة بن سلمان أبو علي واحد فقط، ما في غيره. ما يتوعين لك ولاش أبو علي في هالمكان صاير؟ قال والله صاير شيء. أبو علي حضر المريض يسافر به، الفقير مود يد له، يوم يون الدور ما قصر. عودنا وصغيرنا عيوزنا شايبنا. أول مرة ألتقي بالشيخ خليفة، مثل ما نقول مو برئيس الوزراء كشخصيا، الشيخ خليفة الإنسان. شفت تعامله مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تعامله مع طلبتنا المركز، طلبت المركز ذوي الإعاقة الذهنية، كان يتكلم مع كل طفل منهم، كان يسأل كل طفل منهم. طلبت سموه رئيس الوزراء أنه يحول المركز أو المعلومات إلى كادر وزارة التربية والتعليم، لأن كانت الرواتب بالنسبة لنا مشكلة كبيرة، كان الرواتب قايمة على التبرعات، وكان في سنة ممكن نحصل تبرع، سنة ما بنحصل تبرعات. فلما طلبنا منه سيدي أمر طويل للعمر في نفس اللحظة أنه خلاص يتحولون على وزارة التربية والتعليم، كان بالنسبة لي حلم، وحق كل المدرسات مو بس اللي موجودين في المركز، في كل مراكز مملكة البحرين. شو أقول عن الخليفة أبو علي الشيخ؟ أصلاً مو يقصر على البحرين كلها، بنى البيوت، سوى سعد المارة هاقة لو ظنوها، وسعد الأرملة، سعد الأولي والتولي صاروها، هو عين البحرين، هو ريحة البحرين، هو أبو علي. تعال حق مواقفه لما تحدث في البحرين بعض، إذا صح التعبير لو سميناها كوارث، سقوط طائرة قاف عير كان هو الله يحفظه في فرنسا في رحلة علاج، ترك وقف علاجه حالا سافر ورد البحرين. In the way power cut almost 10 years before, Sheikh Khalifa himself went to the hospital to check with the patient and how the hospital is working. Normally, he also asked the doctors and his administration people if they want anything or not. كل يعرف إن رئيس الوزراء يعني
أي شخص يمرض يعني لا أقول أي شخص يعني من المواطنين العاديين الذين لا يصلون هناك في أجهزة علاج وإلى آخره، لكن أي شخص لما كان يعني يعرف أو يصل إلى مسامع سمو رئيس وزراء عن محنله يجد من يعني عنده تيم في ديوانه يهتم بالمسائل الإنسانية، وهذا شيء جدا جميل يعني أتمنى أنه يستمر، ونتمنى أن يحتذي الآخرون بسمو رئيس الوزراء ليس في البحرين، أتكلم عن المنطقة كلها. Friends in Kuwait and Saudi Arabia and Bahrain. He has a lot of friends in almost all the continents in the world. He loves all people. He is the father of all Bahrain.